السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناة دكتورة أروى. ما تنسوا تعملوا لايك للمقطع وتعملوا سبسكرايب للقناة لحتى يوصلكم كل جديد. أكيد ومساكم عن جديد، سعيد طبعا دوما مع دكتور أروى. أكيد طبعا اليوم كمان حبيت أحكي لكم من ضمن جلستنا هيك العائلية، لازم بحكي لكم عن شي شاي أنا دوما بستخدمه وكتير طعمته حلوة، بس لازم نعرف شو هي فوائده لهذا الشاي وشو اسمه. طبعا اسمه بلوزم هيربال تي، شاي الأعشاب من فور إيفر. تركيبته مميزة صراحة، أنا تركيبته هي اللي خلتني شو مهتمة إنه شوف طعمته كيف وفوائده. طبعا المكونات الموجودة فيه حتلاقوا قسم منها مكتوب هون على العبوة من الخلف، وأيضا من مكونات رح بحكي لكم عنها براعم زهرة الألوان، القرفة، الزنجبيل الصيني، القرنفل المدغشقري، بهارات وأعشاب من جامايكا. مكونات مهمة جدا للنشاط والحيوي وإذابة الدهون، يعني مفيد كمان للتخسيس، مثل قشر البرتقال والهيل، طبعا وزهرة البابونج، وأكيد أوراق شجرة التوت الأسود. طبعا الحلو بهذا الشاي انه بيعطيكم احساس بالاسترخاء بالانتعاش، ريحته كتير حلوة، بتحسوا انكم فعلا ما نكون ستريس. وبالتالي بنصح فيه الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل ارق بالنوم، مشاكل ستريس وعصبية دوما، اكزيما العصبية، ضروري انهم دوما ياخدوا منه، رائع جدا جدا. طبعا ما فيه سعرات حرارية وما فيه كافيين، وبالتالي ممكن نشرب منه الأطفال والأشخاص اللي معهم سكري، وكمان الأشخاص اللي بدهم ينزلوا بالوزن. بناخد منه كوب بعد كل وجبة لحتى نزيد معدل الأيض ونزيل الدهون من الجسم. طبعا بيعطي صفاء ذهني مهم جدا جدا أثناء فترة الدورة الشهرية يتم تناوله، بيعطي دفء للجوف يعني للجسم من الداخل، وكمان بيساعد انه الاشخاص اللي او الصبايا والسيدات اللي بيعانوا من مشكلة عسر طمث بيفيدهم بهذا الموضوع. طبعا كمان من فوائده انه مفيد للكلى، يعني مثل كغسيل للكلى، ينظفهم من السموم اللي موجودة فيها وايضا من الحصى اللي بتكون موجودة او الرمل، يعني انه نحن نواظب على شرب 3 أكواب منه يوميا. اخذ ظرف من هذا بكوب مي مغلي وسكر عليه لمدة 3 ل5 دقائق لحتى يكون في استفيد من كل الأعشاب اللي موجودة فيه واتناوله. طبعا هو مو دواء أبدا، ولكن مكمل غذائي أو شاي عشبي. معروفة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالكلى دوما بينصحون بالأعشاب، فأنا بنصحكم بهي العشبة أو بهي الشاي بلوزم هربال تي من فور إيفر. كمان أنا بنصح فيه لمين؟ للسيدات اللي بتاخد مجموعة إزالة الكرش، سواء المكملات الغذائية لحبوب أو مجموعة إزالة السلوليت والكرش أو الألو بادي تونينج كيت، يستخدموا مع هاي الشاي بوقت الجلسة، حتكون النتائج رهيبة جدا، إنه بتخلصهم من المي المحتبسة والدهون، بيساعد بإذابة الدهون. شاي رائعة جدا جدا لكل أفراد العائلة، فيكم أنتم تشربوها بأي وقت كان، وأي شخص ممكن ياخد من هاي الشاي. حبيت شارككم فيها، ورائعة جدا جدا، ريحتها بتجنن طبعا. وأكيد أنا ناطرة كل شخص فيكم عم يسمع الفيديو جربوا يحكي لي شو رأيه بهيدا الشاي. بلاقيكم بفيديوهات تانية، أكيد ما تكونوا بعيدين عنا أبدا أبدا.